نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذا العمل خالص لأجر الكريم وتقبله مني إنك أنت السميع العليم. طلبة وطلبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم والمراجعة العامة في مادة الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم على إزاي تيجي الأسئلة في الامتحان وإزاي نبتدي عملية المراجعة. السؤال الأولاني بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الموضوعة. أعطينا بيقول لي العدد 7885 عبارة عن 5 زائد 80 زائد نقط زائد 7000. طبعا هنا العدد دهوت خلاص بيحلله إلى الإيه الأعداد بتاعته اللي هي أحاد وعشرات ومئات وإيه وألوف. طيب تعالوا مع بعض، الخمسة في خانة الأحاد 5، الثانية دي في خانة الإيه الثمانية في خانة العشرات 80، الثمانية الثانية دي في خانة الإيه المئات يبقى بكام؟ ب 800. يبقى نقول بكام هنا؟ بإيه؟ ب 800. السبعة في خانة الآلاف ب 7000، يبقى الإجابة الصحيحة كام؟ اللي هي إيه؟ 800. أكبر عدد مكون من الأرقام اللي هي كام؟ 0 6 و0 و7 و5، هو عايز أكبر عدد من الأرقام دي. طب عشان نجيب أكبر عدد مكون من أربع أرقام بناخد أكبر عدد أكبر رقم ونحطه في خانة الإيه 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 الألوف. مين أكبر عدد رقم؟ السبعة. يبقى السبعة نحطه في خانة الإيه الألوف. بعد كده بناخد العدد الأقل منه على طول. مين العدد الأقل منه؟ الستة، نخليه في خانة المئات وراه على طول. بعد كده بناخده العدد الأقل اللي هو الخمسة، يبقى في خانة الإيه في خانة العشرات يبقى 5. بعد كده آخر حاجة مين أصغر عدد من الصفر بنخليه في خانة الإيه الأحاد. يبقى العدد بتاعنا هو عبارة عن كام؟ 7650. 7600 وكام وإيه؟ و50. يبقى هو ده الإيه الإجابة الإيه الصحيحة. أصغر عدد مكون من أربع أرقام مختلفة هو؟ طيب عشان نجيب العدد اللي هو مكون أربع أصغر عدد مكون من أربع أرقام مختلفة بنجيب أصغر أربع أرقام اللي هما مين؟ اللي هما الصفر أصغر رقم، بعد كده مين؟ الواحد، بعد كده مين؟ الاتنين، بعد كده الإيه؟ التلاتة. طيب دولت إيه الأرقام دولت اللي مكون منهم إيه أصغر رقم من أعداد مختلفة. طب نيجي نعمل إيه؟ نيجي آخد أصغر رقم. مين أصغر رقم؟ الصفر. طب الصفر هنحطه في خانة على اليسار مش هينفع، فبناخد العدد اللي ايه الاكبر منه على طول. مين اكبر عدد اكبر منه؟ الواحد. يبقى الواحد نحطه في خانة الايه في خانة الالوف. بعد كده بنيجي على الصفر نخليه في خانة المئات. بعد كده بناخده بترتيب عادي، الاكبر شوية مين؟ الاكبر من الواحد الاتنين. الارقام اللي هي صفر واحد واتنين وتلاتة دولت يعتبر اصغر ارقام. نبدأ بمين؟ نقول الصفر. الصفر ده اصغر رقم. طبعا الصفر في الخانه على الشمال ما بينفعش، ناخد مين؟ ناخد العدد الاكبر منه مباشره. مين؟ الواحد. يبقى نحط الواحد في خانه الالوف. بعد كده نضع الصفر، وبعد كده بنحط الاثنين، وبعد الاثنين نحط العدد اللي وراه اللي هو الرقم اللي بعده اللي هو كام؟ الايه الثلاثه. يبقى ده هو ايه اصغر عدد مكون من اربع ارقام مختلفه اللي هو يعتبر 1023. 1003 وكام ايه و20. الأعداد اللي هي 7652، 7252، 2352، 9352 مرتبة تصاعديا. عايز يشوفها مرتبة تصاعديا. طب ما احنا نجي مرتبة تصاعديا. تصاعديا يعني من الصغير للإيه للكبير. أصغر رقم في كل لولد أو عدد نعرفه ازاي؟ بنيجي لخانة الألوف. يبقى نشوف الأعداد اللي موجودة في خانة الألوف. هنا كام؟ هنا 7. خانة الألوف هنا في 7. خانة الألوف هنا في 2. وخانة الألوف هنا فيها كام؟ 9. يبقى ناخده مين؟ احنا دلوقتي مرتبات تصاعدية من الصغير للإيه للكبير. يبقى أصغر حاجة فيهم كلهم هو كام؟ الإيه؟ الاتنين. يبقى ده
هنبتدي نقوله ده رقم واحد، يبقى ده رقم ايه عندي؟ رقم واحد، يبقى ده اول حاجه في الايه؟ في الترتيب. طيب بعد كده نشوفه الايه؟ الاكبر منه شويه، مين الاكبر منه؟ السبعه هنا، السبعه. طيب السبعه هنا زي السبعه هنا، بنيجي نعمل ايه؟ نيجي لخانه الميات، نيجي خانه الايه؟ الميات. خانه الميات هنا فيه كام؟ اتنين، وخانه الميات هنا فيه كام؟ سته. مين الاصغر؟ يبقى اللي فيها اتنين، يبقى العدد اللي هو 7252، يبقى ده رقم اتنين. طب رقم تلاتة ده اللي بعده على طول، يبقى ده رقم تلاتة في الترتيب. كويس؟ طب آخر واحد بقى عندنا اللي هو العدد ده اللي هو رقم ايه؟ أربعة. يبقى الترتيب بتاعي بيبدأ بكام؟ الايه اللي فيه؟ نبدأ أول حاجة 2352، 2352، بعد كده نقوله ايه؟ 2000 7000 ايه 252، الرقم اللي بعده سبع او العدد اللي بعده 7652، اخر عدد اللي هو يعتبر بالنسبه لنا مين؟ 9352. طبعا الاجابه هي الايه؟ الاولانيه. الاجابه الصحيحه هي الاجابه الايه؟ الاولانيه. طب برضه نكمل في اختيار الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المقطوعه. بيقول لي هنا ايه؟ العدد الذي يمثل المعداد المجاور هو ايه؟ طب نشوفه بقى المعداد ده فيه ايه؟ اول حاجه نشوفه مع بعض. هنا في كام عدد؟ في كام رقم هنا؟ في كام هنا قدامك؟ ثلاثة. خلاص، يبقى عندنا كام رقم في خانه الاحاد؟ ثلاثة. يبقى نقوله ايه؟ ثلاثة. هنا في كام هنا؟ ثلاثة. طيب هنا في كام؟ واحد. طب الخانه ديت، خانه اللي قدامي ديت فيها كام؟ فيها ايه؟ الصفر. هنا هنعد كده 1 2 3 4، يبقى هنا عندنا كام؟ ايه؟ الاربعة. الخانة اللي بعدها فيه كام رقم؟ رقمين، يعتبر اتنين، يعتبر عندنا هنا ايه؟ اتنين. يبقى الرقم الصحيح هنا كام؟ اللي هو ايه؟ 24013. 24000 وكام؟ و13، اللي هو ايه العدد ده؟ عدد مكون من خمس ارقام ورقم مئاته 8، ورقم مئاته كام؟ 8. يبقى لازم يكون كام رقم؟ 5. يبقى تقريبا نقوله كله هنا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. يبقى كلهم مكونين من كام رقم؟ من 5 ارقام. الشرط الثاني بقى عايز يكون رقم مئاته 8. طب ندور على اللي يكون فيه رقم، ورقم ايه المئات كام؟ 8. طبعا هنا رقم المئات هنا كام؟ 3. رقم المئات هنا كام؟ 8. يبقى هو ده الرقم اللي انا عايزه، اللي هو ايه؟ يعتبر اسمه بقى 16843، لان هنا ده رقم المئات بتاعه كام؟ 8. يبقى ندور على رقم المئات فيه كام؟ 8. هو ده الرقم اللي عايزه. المخروط على الشكل ايه بقى؟ مربع، دائره، مستطيل، مثلث. طب تعالوا نشوفوا الايه؟ حتة المخروط ديت. المخروط اهو بالشكل ده يمثل الايه؟ المخروط. طبعا القاعدة بتاعته هي للتحديد، يبقى قاعدة المخروط على شكل ايه؟ على شكل ايه؟ دائرة. يبقى قاعدة المخروط على شكل ايه؟ دائرة. الزاوية التي قياسها 120 درجة تسمى زاوية ايه؟ يبقى الزاوية اللي بنقيسها نلاقيها كام؟ 120 درجة. ديت زاوية ايه؟ قائمة ولا منفرجة ولا حادة ولا مستقيمة؟ طبعا الزاوية القائمة قياسها كام هنا؟ معروف ان الزاوية قياسها كام؟ 90. المنفرجة اكبر من 90 واقل من 180. الحادة اكبر من الصفر واقل من 90. يبقى الحادة اقل من ايه؟ اقل من 90، اكبر من الصفر. المستقيمة ب 180. يبقى دولت لازم تكون عارفهم كويس. يبقى القائمة على طول معروفة بكام؟ القائمة هنا ب 90، يبقى دي بكام؟ ب 90. الحادة المستقيمة ب 100 وكام؟ و80. الحادة بتكون ايه ده؟ اقل من الايه؟ التسعين. لازم تكون اقل من كام؟ من التسعين. طب المنفرجة اكبر من الايه؟ التسعين. طيب المية وعشرين ديت مالها؟ اكبر من التسعين. اكبر من كام عندك؟ من التسعين. يبقى الزاوية ديت تمثل زاوية ايه؟ منفرجة. يبقى المية وعشرين تمثل زاوية ايه؟ منفرجة. طيب القيمة المكانية للرقم 5 في العدد اللي هو 67581. عايز بيقول لي القيمة المكانية بتاعت الخمسة.
طبعا الواحد في خانة الآحاد، الثمانية في خانة العشرات، الخمسة ديت في خانة الإيه؟ المئات. يبقى القيمة المكانية للرقم ده هو يعتبر كام؟ يعتبر في خانة الإيه؟ المئات. يبقى هو ده الإيه؟ المئات. أو لا دائرة ولا مستطيل، يبقى الأسطوانة. طيب تعالوا نبص على الأسطوانة. خلاص الأسطوانة، فين الأسطوانة؟ أهي الأسطوانة، ده شكل الايه؟ الاسطوانه. طب القاعده بتاعت الاسطوانه على شكل ايه؟ على شكل دائره. يبقى الاسطوانه القاعده بتاعتها سواء اللي فوق او اللي تحت على شكل ايه؟ دائره. يبقى قاعده الاسطوانه على شكل ايه؟ على شكل ايه؟ دائره. يبقى الحل الصحيح نحطه هنا ايه؟ إيه الدائره. يبقى هنا الحل الصحيح نحط الايه؟ الدائره. سؤال رقم 11 بيقول هنا الاعداد اللي قدامك دهيت اللي هي عندنا دي كده مرتبه ترتيبا تصاعديا ولا تنزليا ولا نفس الايه؟ ولا نفس النمط. يبقى تصاعدي ولا تنازلي ولا بنفس النمط. طب احنا نعرف ازاي تصاعدي ولا تنازلي؟ انا دلوقتي هي مترتبه، هو بيقول هي مترتبه اصلا، بس عايز نعرف تصاعديا ولا تنازليا ولا على نفس النمط. هنا بقى التصاعدي نعرفه ازاي؟ نبدا من الصغير، يعني لازم يكون في خانه الايه؟ الالاف. خانة الآلاف خلاص العدد أصغر عدد، يبقى أصغر رقم في خانة ديت الخانة الإيه. فأنا نبص هنا هلاقي هنا مين في خانة الألوف كام؟ سبعة. في خانة الألوف هنا بالنسبة للرقم العدد التاني كام؟ ستة. في خانة الألوف هنا في كام؟ أربعة. في خانة الألوف العدد الأخير كام؟ اتنين. أصبح عندي دلوقتي إن أنا بنعمل إيه؟ بين ست سبعة بعد كده ستة بعد كده أربعة بعد كده كده، يعني أنا إيه بننزل، بنعمل عملية إيه؟ بننزل عدد كبير وبقينا إيه بننزل بيه، بننزل بيه. يبقى ده اسمه ترتيب إيه؟ تنازلي. يبقى الترتيب اللي قدامي ده يعتبر ترتيب إيه؟ تنازلي. يبقى أنا نعرف إن العدد مترتب تصاعدي ولا تنازلي، بنبص العدد اللي هو في إيه؟ في خانة العدد الرقم الأخير سواء في خانة الألوف أو في خانة الميات. فنبص لكده هنلاقي ان هو السبعه ده في خانه الالوف، والسته دي برضو في العدد الثاني في رقم الالوف، والاربعه في خانه الالوف، والاثنين في خانه الايه؟ الالوف. اذا العدد ده هو الحاجات اللي عندنا ديت مترتبه ايه؟ تنازليا من الايه؟ من الكبير للصغير، للكبير للايه؟ للصغير. عدد احرف المكعب. طيب ما تيجي نبصوا على المكعب. المكعب ليه كم حرف؟ تعالوا نشوف الاحرف بتاعت مين؟ المكعب. طبعا المجسمات قدامنا، وادي المكعب اهو، شايف المكعب ده؟ عايز نشوف كام حرف. طيب نعمل ايه؟ نشوف الحروف بتاعته، نعد الحروف بتاعته. واحد ده حرف، اتنين، تلاتة، اربعة، ادي كده اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، هنا تسعة، هنا عشرة، حداشر، 12. يبقى المكعب ليه كام حرف؟ ده اسمه حرف. الخط ده اسمه ايه؟ ده حرف. وخط ده حرف، ودي اسمها ايه؟ حروف. يبقى هنا المكعب ليه كام حرف؟ زي ما انت شايف ليه كام؟ 12 حرف. يبقى المكعب له كام؟ 12 ايه حرف. السؤال رقم 13 بيقول لي 45 ألف، يبقى عندي 45 ايه؟ 1000. و99 تكتب بالارقام. يبقى كام دلوقتي؟ 45000. يبقى انا عندي ايه؟ 45099 و9 وايه؟ و90. يلا نشوف الرقم العدد الاولاني كام؟ يلا نقوله مع بعض كده، 1 2 احد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الالوف. يبقى ده 45000، 45099. يبقى ده 45099. العدد اللي بعده كام؟ يبقى احد، عشرات، مئات، الوف. يبقى ايه؟ 9954. مش هو ده الرقم اللي انا عايزه. طب اللي بعده 4595. هو الرقم بيقول لي ايه؟ 45000. يبقى هو ايه؟ الاولاني اللي هو ده، و99. يبقى هو ده العدد اللي هو ايه؟ اللي طالبه. أيا من الصور الآتية يعبر عن العدد كام؟ 6534. عايز نعبر عنه، فبنعمل إيه؟
بنيجي نحلل العدد، نبتدي نعمل عملية تحليل ايه للعدد اللي عندي. اولا نحلله ازاي؟ يعني نقوله ده عبارة عن كم في خانة الاحاد؟ اربعة، يبقى تفضل زي ما هي اربعة. طيب زائد خانة العشرات فيها كام؟ تلاتة، يبقى تلاتين، يبقى لازم يكون العدد هنا كام؟ تلاتين. طيب زائد العدد اللي في خانة الميات خمسة، يبقى خمسمية، كده انا بنحلله اهو ماشي. زائد العدد اللي في خانة الالوف كام؟ ستة، يبقى ده اسمه 6000، يبقى دين هنا كام؟ 6000. انه عدد مناسب بالنسبه لي؟ تعالوا ندوروا على المناسب بالنسبه لنا. هنلاقي ان هو هنلاقي ده يبقى عباره عن ايه؟ نرتب بقى، يبقى نقوله 4 في خانه الاحاد و30 ماشي، وبعد كده 500، وبعد كده 600. طبعا واضح ان هو ده العدد الايه الصحيح قدامي، اللي هو ايه؟ 4 زائد 30 زائد 500 زائد ايه؟ 6000. سؤال رقم 15 او الجزئيه رقم 15 بتقول لي اذا كان في دفتر ياسر كام؟ 5340 جنيها، سحب منها كام؟ 2350 جنيها لشراء موبايل. عايز يشتري ايه؟ موبايل. فان الموقف السابق يتطلب عمليه جمع ولا طرح ولا ضرب. جميله جدا المساله ديت. طيب هو دلوقتي معاه فلوس، اعمل ايه؟ سحب. السحب ده بينقص ولا بيزود ولا بيضرب حاجتين في بعض؟ طبعا عمليه السحب ايه؟ عمليه السحب دي عمليه طرح، يعني كاننا بنعمل عمليه الطرح، لان اخدنا قللنا المبلغ بتاعي، طرحنا من بعضه خلاص. يبقى العمليه ديت بنسميها عمليه الايه؟ الطرح. يبقى دي بنسميها عمليه الايه؟ الايه؟ الطرح. يبقى انا كده بنعمل عمليه ايه؟ طرح، لان انا بنقص من المبلغ اللي عندي مبلغ تاني، يبقى انا كده بنطرح. انما لو قال لي مثلا ايه؟ عندك مبلغ، اضفت له مبلغ تاني، يبقى دي عمليه الايه؟ الجمع. دلوقتي هو عنده مبلغ، سحب منه مبلغ تاني، يبقى دي اسمها عمليه الايه؟ عمليه الايه؟ الطرح. طب هنا بيقول لي ايه؟ ضع علامه اكبر من او اصغر من او يساوي. طب هنا عندي عدد مكون من جزئين وفي عدد كامل على بعضه، نعمل ايه؟ طب نجمع ونشوف الناتج يطلع لي بايه. لو طلع لي الناتج نشوف مع بعض، نقوله ايه؟ 9 زائد 1، يبقى نسمع احاد مع احاد، احاد مع احاد، 9 1 10، صفروا معايا الواحد. هنحط الواحد على مين؟ على الثمانية. 1 و 8 9، 9 1 10، يبقى نحط صفر برضو، ومعانا الواحد نحطه على الايه؟ على الخمسة. 1 و 5، 1 و 5 كام؟ 6، 6 نجمع عليها الواحد يبقى 6، بنجمع عليها واحد يبقى 7، بعد كده 4 في خانة الايه؟ الالوف، بنجمع عليها التلاتة، 4 و 3 كام؟ ايه؟ 7. يبقى نجمع تاني، نقوله كام؟ نقوله 9 و 1 10، صفر معانا واحد، واحد على 8، 1 و 8 9، 9 1، 9 1 كام؟ 10. بنحط الايه؟ بنحط الصفر هنا، وبعد كده واحد على الخمسة، واحد وخمسة كام؟ ستة، ستة بنجمع عليها واحد، سبعة، سبعة، بعد كده بنجمع الألوف مع الألوف، أربعة وتلاتة سبعة، الناتج طلع كام؟ 7000 وإيه؟ 7700، 7000 وإيه؟ وسبعمية، بس العدد اللي هنا كام؟ العدد اللي هنا 9000، مين الأكبر؟ يبقى نحط علامة إيه هنا أهوت؟ نقوله أصغر من، نحط علامة إيه هنا؟ أصغر من. الشكل اللي قدامنا ده، شايف الشكل اللي قدامك ده يمثل ايه؟ كرة ولا مخروط ولا مكعب؟ ايه رأيك؟ طبعا انت عارف الاشكال كويس جدا، الكرة معروف شكلها صح؟ كلنا بنعرف ازاي المكعب، بنعرف شكل المكعب برضه صح؟ يبقى الشكل ده شكل ايه؟ مخروط. الله ينور عليك، مظبوط. يبقى الشكل ده اسمه ايه؟ ايه؟ مخروطا. طيب هنا بيقول لي السؤال رقم 18، سؤال رقم 18 او الجزئيه رقم 18، القيمه العدديه للرقم ده اللي هو ايه؟ رقم 5 في العدد اللي هو كام؟ كام عندنا العدد ده؟ 57498. طب يلا نشوفه، احنا بنعمل ايه؟ فين الرقم اللي انا عايز نتعامل معاه؟ الخمسه، نتعامل معاه الخمسه. طيب قدامه كام رقم؟ 1 2 3 4، بدل كل رقم نحطه قدامه صفر، يبقى دلوقتي بناخد الرقم اللي هو الخمسة اللي أنا عايزه، أهو الخمسة أهوت، أهو الخمسة قدامي أهي، ماشي؟ خلاص أهيت. طب قدامها كام رقم؟
واحد اثنين ثلاثة أربعة، نضع قدامها أربع أصفار، يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى العدد ده يمثل لي كام دلوقتي؟ يمثل لي 50,000. فين الخمسين ألف؟ يبقى هي ده الخمسين إيه ألف، يبقى الإجابة دي الإيه؟ هي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. أكمل ما يأتي. السؤال أو الجزئية رقم كام؟ 19 بيقول لك قياس الزاوية القائمة. إحنا بنقول الزاوية عندي أنواع زوايا، خلاص كده أهوت، زاوية حادة وزاوية قائمة ومنفرجة وإيه ومستقيمة. الزاوية القائمة ها مين اللي عارف؟ أكيد قياسها كام درجة؟ قياسها كام؟ 90 درجة. يبقى الزاوية القائمة قياسها كام؟ 90 درجة. يبقى لما يقول لي زاوية قائمة يبقى قياسها كام على طول؟ 90 إيه؟ 90 درجة. ونعمل الدرجة الخمسة اللي فوق ديت ده رمز الإيه؟ الدرجة. أو نكتبها بالإيه؟ بالحساب عادي، بالإيه؟ بالعربي عادي. طيب يبقى قياس الزاوية القائمة كام؟ 90 درجة. الزاوية الحادة أقل من 90. الزاوية المنفرجة أكبر من 90 وأقل من 180. الزاوية المستقيمة قياسها 180 إيه درجة. يبقى لو قال لي زاوية مستقيمة بقياسها كام؟ 180 إيه درجة. الموضوع اللي قدامي ده خلاص 50 زائد 3 زائد 700. طبعا هنا العدد ده مفكك خلاص، فانا عايز نجمعه. نعمل ايه؟ فبنيجي لايه العدد اللي هو احد. احد يعني ايه؟ يعني مفيش غير رقم واحد. مين اللي فيه رقم واحد؟ التلاتة. يبقى نخليها في خانه الاحاد. كويس. طيب نيجي نبص العدد اللي بعد كده هنلاقيه كام هنا اهوت. طيب الجزئيه رقم 20 اعطيني ايه؟ 50 زائد 3 زائد 700. طبعا هو العدد ده هوت خلاص متوزع خلاص او ايه اعطي له اجزاء، بس انا هنجمعه ونخليه ايه؟ نخليه عدد على بعضه. هنا ارقام بس هنحطها في ايه؟ في عدد على بعضه. ازاي بقى كده؟ طب نبدا ازاي؟ نبدا بالعدد اللي فيه رقم احد. طب نعرفه ازاي رقم الاحد اللي هو ما فيش ايه؟ اللي هو الثلاثة. يبقى الثلاثة ده في رقم الاحد نحطه في ايه؟ اول خانه، خانه الاحد. طيب نيجي بعد كده العدد اللي ايه؟ اللي بعده اللي هو بيتكون من احد وعشرات. مين؟ ال 50. يبقى ال 50 ديت نحطها كايه؟ كرقم في خانه الايه؟ في خانه الايه؟ العشرات. يبقى 5. نحط هنا كام؟ 5. طب اللي بعده كام؟ 700. 700 ديت هنحطها في خانه الميات. خانه الميات يبقى نحط هنا كام؟ 7. يبقى العدد ده هيبقى كام؟ 753. 703 وكام؟ وايه؟ و50. هنا جزئيه رقم 21 بيقول لي اكمل بنفس التسلسل. اكمل بنفس الايه؟ التسلسل. طب يلا نشوف التسلسل. اول حاجه وانا بشوف التسلسل نبص الاول حاجه رقم الاحاد 5، رقم الاحاد 5، رقم الاحاد 5. يبقى رقم الاحاد ما بيتغيرش. طب العشرات كام؟ 5 و5 و5. يبقى الاحاد والعشرات ثابت عندي، يبقى نحط 5 في الاحاد و5 في العشرات لانه ما بيتغيرش. نيجي لخانه مين؟ الميات. هنا في كام؟ 4. بعد كده بقت كام؟ 5. بعد كده بقت 6. يبقى مين اللي بيتغير عندي هنا دلوقتي؟ خانه الميات. يبقى كام؟ 4. بعد كده بقت 5. بعد كده بقت 6. المفروض بعد كده تبقى كام؟ 7. يبقى نحط هنا رقم ايه؟ 7. طيب نبص لخانه الالوف هنلاقي كام؟ 4. هنا 4، هنا 4. الأربعة ثابتة ولا بتتغير؟ ثابتة. يبقى ننزل الأربعة زي ما هي. يبقى هو ده الرقم اللي العدد اللي هو عايزه ايه؟ بنفس الترتيب، بنفس الايه؟ الترتيب. طب تعالوا نقوله بعد كده عدد أحرف متوازي المستطيلات. متوازي يبقى السؤال الجزئية رقم 22 بتقول لي عدد أحرف متوازي المستطيلات. طب أنا عايز نوريك شكل متوازي المستطيلات كده اهوت. ادي متوازي المستطيلات. متوازي الايه؟ الشكل ده يمثل بالنسبه لنا متوازي الايه؟ المستطيلات. طب انا عايز نحدد الايه؟ وعايز يحدد الايه؟ الاحرف بتاعته. عايز يحدد الاحرف. طيب نبص الاحرف. الحرف يبقى ده كحرف 2 3 4 يبقى دي حروف. ادي 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى متوازي المستطيلات زي المكعب ل 12 ايه؟ 12 حرف. يبقى متوازي ايه؟ المستطيلات احرفه زي احرف الايه؟ المكعب. يبقى ليه 12 ايه؟ 12 ايه حرف. الجزئيه 23 بتقول لي ايه؟ العدد اللي قدامك ده كويس اللي هو كام؟ هنقراها كده من الشمال نقول ايه؟ 75000 429 بيساوي 75000. 75 ايه؟
ألف، يبقى أنا خدت الخمسة وسبعين ألف ديت لوحدها، زائد كام؟ عايز عدد برضو على بعضه، زائد كام؟ زائد العدد ده كله. طب العدد ده كله كام؟ 429، زائد كام؟ 429. يبقى هنا حللت العدد اللي عندي إلى عددين، واحد منهم 75,000 كتبته هو مكتوب. طب العدد اللي بعده الباقي هيتبقى كام؟ 429. 429. طيب الجزئية رقم كام؟ 24. هنا عملية قسمة وعملية ضرب، وبقول لي بعد كده اجمعهم. يبقى أنا عندي هنعمل كام عملية؟ ثلاث عمليات. عملية القسمة، يبقى الأول نعمل عملية القسمة، بعد كده بنعمل عملية الضرب، وبعد كده بنعمل عملية الإيه؟ الجمع. طب يلا بينا نقسم. هنقسم دولت الأول 48 على 8. لو أنا قسمت 48 على 8، إيه اللي نضربه في 8؟ إديني 48، هنلاقيه كام؟ الست. يبقى هنا عندنا كام؟ الست. خلاص، زائد الخمسة في ستة، كلنا حافظينها طبعًا. خمسة في ستة بكام؟ ب 30. يبقى نحط هنا كام؟ و30. طب ما تيجي نجمع، 6 زائد 30 يديني 6 وكام؟ و30. بناتك هنا يدينا كام؟ 6 و30. طيب اللي بعد كده بيقول لي عملية طرح بسيطة جدا، 865 ناقص 564. طب يلا نجمع ونطرح عملية الطرح اللي هي ايه؟ بننقص حاجة من حاجة. طيب أحد ناقص الأحد، اللي في خانة الأحد كام؟ 5 ناقص الأربعة يديني 1. بعد كده نروح للعشرات ناقص العشرات، العشرات ناقص الايه؟ العشرات، 6 ناخد منها 6 يتبقى لنا كام؟ 0. بعد كده ندخل ايه؟ المئات مع المئات، 8 بنقص منهم الخمسة يتبقى لي كام؟ 3. يبقى هنا انا طرحت اديني 300 وكام وايه؟ وواحد. اصغر عدد مكون من الارقام اللي هي ايه بقى ديت؟ الارقام اللي هي 1 و9 و0 و5 و7. هو طالب مني هنا ايه؟ اصغر رقم. طب هنا اصغر عدد، اصغر عدد يبقى لازم ناخده ايه؟ اصغر الارقام ونحطها في خانه الايه؟ في هنا هنقوله ايه مثلا؟ الرقم ده مكون من كام؟ من كام رقم؟ 5. يبقى احد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الالوف. يبقى اصغر رقم هنحطه في خانه الالوف. مين اصغر رقم عندك؟ الصفر. طبعا الصفر ده ما ينفعش نحطه في خانه الايه؟ في خانه الالوف، لانه هنبدا بيه ما ينفعش. ليه؟ لان مش هيبقى له قيمه. طب نعمل ايه؟ نبدا بالعدد اللي اكبر منه مباشره، اللي بعده على طول في الترتيب. مين؟ الواحد. يبقى نبدا نحط الواحد في خانه الايه؟ في خانه عشرات الالوف. بعد ما حطينا الواحد نبتدي نحط الصفر. يبقى انا كده خلصت الواحد وخلصت مين؟ الصفر، صح؟ نيجي بعد كده بناخده العدد اللي ايه؟ اكبر منهم شويه، اكبر من الواحد في الترتيب هنا مين؟ الخمسه. يبقى هنا نحط مين؟ الخمسه. يبقى انا كده خلصت الخمسه. نيجي لمين بعد كده؟ الايه؟ السبعه ولا التسعه؟ طبعا السبعه، خلاص نحط السبعه اهي، واخر رقم مين؟ اللي هي الايه؟ التسعه. كانك بترتبهم ترتيب ترتيب من الصغير للايه؟ من الصغير للايه؟ للكبير. بس طبعا الصفر ما ينفعش نحطه في ايه؟ في على الشمال، لانه ملوش قيمه على الشمال. فنبدا بالعدد اللي ايه؟ الاكبر منه على طول اللي هو الواحد، ونحط الايه؟ الصفر بعد كده. يبقى الناتج اصغر عدد مكون من الارقام ديت هو كام؟ هو 10579. 9 وكام؟ و70. طيب سؤالنا هنا بيقول لي اكمل بنفس النمط، اكمل بنفس النمط. النمط ايه بقى؟ دايره مثلث، بعد كده دايره مثلثين، اللي بعد كده دايرة ثلاث مثلثات. ايه اللي بيحصل؟ انت اللي انت شايفه، ايه اللي بيزيد عندي؟ اللي بيزيد ان الدايرة ثابتة، بس بنعمل ايه؟ بنزود عدد المثلثات. يبقى اللي بعد كده المفروض هيبقى كام؟ هيبقى عبارة عن، ايوه، هيبقى عبارة عن ايه؟ دايرة واربع مثلثات، دائرة واربع ايه؟ مثلثات زي ما انت شايف. طب السؤال هنا بيقول لي ما زيادة العدد اللي هو ده؟ اللي هو ايه ده؟ 8876 عن العدد 7435. الزياده بنجيبها ازاي؟ يبقى ده اكتر، هو ده الاكتر. يبقى ممكن نطرح الاثنين دولت من بعض، نطرح الكبير ناقص الصغير يديني الايه؟ الزياده. طب ما تيجي نطرحهم مع بعض ونشوف ايه اللي يحصل. تعالى اطرح معايا. يبقى العدد ده ننقص منه العدد اللي هو ايه؟ هنا 5، نحط تحتها كده 5، وهنا في 3،
وهنا في الأربعة، وهنا الإيه السبعة، ونبتدي نطرحهم طرح عادي زي ما أنت شايف كده. الخمسة بناخد منهم ستة تبقى واحد، سبعة بناخد منهم التلاتة تبقى لي أربعة، كويس. التمانية نطرح منها الأربعة، ناخد منها الأربعة يعني نطرح منها الأربعة، يعني عملية الطرح أهيت. تمانية بنقص منها أربعة تبقى لي كام؟ أربعة. التمانية بنطلع منهم السبعة تبقى واحد. يبقى هنا الزيادة اللي بيزيده بيزيد 1441، يبقى هنكتبه ايه؟ 1400 وايه؟ و40 دي الزيادة. السؤال الأخير بقى بيقول لي ايه السؤال هنا هوت؟ بيقول لي كل وجه من وجوه متوازي المستطيلات على شكل متوازي المستطيلات. تعال نبص له برضه عشان نكون في شكل عارف شكله. متوازي المستطيلات من اسمه، يبقى كل وجه من وجوهه ايه؟ مستطيل. يبقى هنا اي وجه من وجوه الشكل المتوازي المستطيلات عباره عن مستطيل. يبقى هنا كل وجه من وجوه متوازي المستطيلات على شكل ايه؟ مستطيل. يبقى هنا نكتب كلمه ايه بقى؟ مستطيل. مستطيل، كويس. يبقى نكتب هنا كلمه ايه؟ مستطيل. الجزئيه رقم 30 والاخيره بتقول لي الهرم الثلاثي قاعدته على شكل ايه؟ الهرم الثلاثي. طب ما تيجي نبص على الهرم الثلاثي، برضو لازم عايزك تاخد بالك من الهرم، ده اسمه هرم ايه؟ ثلاثي. تعال نبص القاعده بتاعته، شايف القاعده اللي تحته ديت؟ اللي هي دي، شايف كده؟ الشكل ده. ده على شكل ايه بقى؟ شكل ايه؟ شكل مثلث. يبقى الهرم الثلاثي قاعدته على شكل ايه؟ شكل مثلث. يبقى الهرم الثلاثي قاعدته على شكل ايه؟ مثلث. يبقى نقول هنا كلمه ايه بقى دلوقتي؟ ايه؟ مثلث. واخيرا ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو للاصدقاء والفيسبوك.